السلام عليكم. والله عايز افهم حاجة، ليش انتوا مكرزين؟ يعني ليش انتوا مكرزين وزعلانين قوي؟ يعني في توانسة كتير، في مصريين يعني بيسبوا ويشتموا وبيقولوا مين ده لطفي العبدلي يتجرأ ويتمسخر ويهين مصر ويهين الاستاذ الزعيم عادل امام. انا ولا هنت مصر ولا هنت الاستاذ، انا اعترفت وكل الشعب التونسي بيحب مصر وبيعترف انكم ام الدنيا، بس انا قلت بافتخار بلدي تونس ومصر بلدي التاني. بلدي تونس، تونس ابو الدنيا، وكلمة بوها في تونس مش يعني جوزها، لا، لما نقول على شعب بوها وانسان بوها يعني شعب جامد، شعب مقاوم، شعب رهيب، شعب حلو، شعب قلبه كبير وقلبه طيب، الشعب اللي عمل الثورة، الشعب اللي عنده اليوم يعني يقدر يتكلم في أي سياسي، في الرئيس السبسي، هو على أساس وعلى فكر السبسي ده أقدم من فرعون، ولد قبل الإهرام، قبل يعني خلاص ما تكبروهاش، وبروباجندا وناس خرجت يعني في التلفزيونات وفي الفيسبوك وفي التويتر وفي الفيسبوك، يعني ايه ده؟ والناس مكرزة، ليه مكرزين بقى؟ نحن بنهزر، هاي الكلمة اللي لو شفيها، نحن بنهزر، نحن عندنا انفتاح في المخ، يعني تفجليك تهزيرة والناس مكرزة؟ ليه؟ أنا قلت إيه؟ وليه مش تونس أبو الدنيا؟ مصر أم الدنيا على روحنا، تونس أبو الدنيا، يا حبيبي، يا حبيبي يا غاليين، ليش مكرزين؟ ما تكرزوش، وعندنا توانسة أخذوا موقف كبير، وأخذوا يعني وحلوا، فتحوا طاحونة، طاحونة وصاروا يعني ينتجوا في الطحين. ويا ريت كان طحينكم، طحينكم فول وطعمية وحمص، طحيننا أزرق. يلا حبايبي متكرزوش، ويا مصر بحبكم واتكلم من جوايا من جوايا من جيايا من جوايا، حسيلوا صلحوها. ويا أستاذ عادل إمام ده أنت زعيم، وأنا زعيم، زعيم معناها نحن زعيم في تونس، زعيم عنده اللغة، زعيم يقول حاشا يقول. يلا حبايبي ما تكرزوش، ده انتوا مش مكرزين ونحن مش مكرزين، يعني انتوا ما مش زعلانين نحن مش زعلانين. ببوسكم.